السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم النهارده كلمه، هو نزل دبسني قال انا عايز اكل بسبوسه. طب يا عم يهديك اديك نجيب، قال انا عايز اكل بسبوسه. اللي انت بتعمليها فمضطرين نقول للجمر ماشي نعمل بسبوسه. فالنهارده بقى هعمل لكم بسبوسه طريقه حلوه جدا وسهله وسريعه ولطيفه، بس هعمل بقى كميه كيلو دقيق عشان تشوفوا بتتعمل ازاي. في البدايه قبل ما نشوف البسبوسه، قبل ما نشوف المقادير، وقبل ما نشوف اي حاجه في اي حته، عايزه افكركم المسابقه اللي احنا عاملينها على القناه. المسابقه دي عباره عن اشتراك في القنوات، وعاملين مسابقات. هنعمل عزومه هنا في المطعم عندي تحت، الناس معزومه على الغداء اوبن بوفيه، وفي ناس هنبعت لهم فلوس على فودافون كاش اللي هم من المحافظات. كل اللي تعملوه هتشترك في القنوات اللي في كلمه القنوات عندي في القناه، وهتفعلوا الجرس وتحط لهم تعليق حلو، تحط لهم لايك، اشتركوا عندهم وبس. نشوف المقادير بقى. يلا مقادير البسبوسه. الاول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسول الله. كده يا جماعه ما تنسوش المسابقه زي ما قلت لكم. ده دقيق سمولين اللي هو دقيق البسبوسه، ده كيلو من عند العطار السايبه مش الجاهزه. دول كوبايتين ونص سكر، انا معايا اللي بالكوبايه الصغيره دي اهي، كوبايتين ونص سكر ورشه ملح صغيره، وهناخد رشه فانيليا كوبايه ونص لبن، وكوبايه ونص سمنه، وهناخد 3 معالق كبار عسل جلوكوز، وعايزين تحطوا جوز هند، ممكن تحطوا معلقتين كبار مش عايزين، براحتكم. دي كده مقادير البسبوسه. طيب عندي بقى مقادير الشربات اهو، كوبايتين ونص سكر وثلاث كوبايات ميه، مش هنحط اكتر من كده. هنديها رشه ملح ليمون صغيره او نص ليمونه. طب اول حاجه نعمل الشربات الاول ونركنه على جنب. الرحيم قد الميه. ليه بقى؟ عشان شربات البسبوسه بيكون خفيف وبارد، مش برد يعني متر، لا بدرجه حراره الغرفه. وادي السكر اهو، ومع اول غلوه نديها نص ليمونه وندفع عليها بس كده، هياخد غلوتين بالظبط وندفع عليها، ياخدش اكتر من كده. ناخد بالنا يا جماعه من الحاجات البسيطه دي عشان هتفرق جدا معاكم في البسبوسه. ما بيكونش سخنه قوي ولا بارد قوي، درجه حراره المطبخ العاديه. يغلي بقى نحمد دي نص ليمونه وخلاص. طيب نبتدي بقى نحطها على البوتاجاز، وبعد كده نشوف البسبوسه. كده ولعت على الشربات هنا الناحيه دي. طيب البسبوسه بقى، في عندي خطوه مهمه قوي دايما بحب اعملها، مش في كل الاوقات، بعملها في اوقات معينه بس، لما يكون الدقيق بتاع البسبوسه معايا خشن. طبق اهو بسم الله، لما يكون عندي الدقيق خشن بصراحه انا بنخله. ليه بقى؟ عشان خاطر الدقيق الخشن ده بيطوف على وش البسبوسه وبيخليها خشنه معانا. بنخله على قد ما اقدر، اشيل منه اي حاجه خشنه او حاجه. دي خطوه اختياري مش اجباري، بس انا بفضلها بصراحه اهي. ولو في خشن طلع معايا كتير بطحنه في الكبه وارجعه تاني. بصوا قد ايه خشن، خشن جدا، لو اخشن من اللي وقع تحت، بحاول اخد منه على قد ما اقدر، بس ده خشن جدا. بصوا لو خشن عن العادي. بصوا بقى التاني، بصوا ناعم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الدقيق نخلت اهو، ادي السمنه. دي انا بفضل الطريقه دي بصراحه. واخلطها كويس قوي بايدي كده لحد ما اغلف كل الدقيق بالسمنه. دي خطوه مهمه جدا لنجاح البسبوسه. صلى على النبي يا جماعه. كده اهو ايوه كويس قوي كده. كده خلطناه كويس قوي، نركنه على جنب. نجيب بقى هنا السكر ده، نحط عليه الحليب. بسم الله. نحط كمان رشه الملح، وكمان عسل الجلوكوز هحطه والفانيليا، بس بتعمل عسل الجلوكوز، واحطهم في الميكرويف دقيقتين بالظبط. بسم الله.
بسم الله. بص بقى، دوبت عسل الكلوكوز والسكر في اللبن. بسم الله، خطوة مهمة جدا، ما يتقلبش كتير. البسبوسة ما بتتقلبش كتير. بسم الله. بمعلقة كده او بايدك، ما تقلبش كتير خالص. كده لحد ما تتشرب بكل السوائل دي، يبقى كده معانا البسبوسة جاهزة. طبعا شغلت الفرن، انا قلبتها بايدي. بصوا القوام مظبوط بتاعها حلو قوي كده. دي صينية، التانية اهي. ممكن نحتاج صينية تالتة صغيرة. بسم الله. طبعا البسبوسة من غير بيكنج باودر ما بتكونش ايه، سميكة. هي كفاية حلو قوي عليها كده. نيجي هنا كمان. بسم الله. نجيب بقى صينية تانية وندهنها سمنة بس كده. اجيب بقى صينية كمان شوية دول. بسم الله كده. طبعا انا مشغلة الفرن درجة حرارة 200، مشغلة من تحت بس. اول الجلاب ما تتحمر روح مشغله فوق على طول. على البسبوسه ما تستوي بقى هوريكم بدمس الفول ازاي. بصوا بقى، حبه عدس اصفر كفايه كده. انا بحط ايدي بالبركه، والفول انا عندي قدره صغيره ما بتاخدش نص كيلو، بتاخد اقل من النص. فانا هحط نص الكيس ده كفايه كده. حبة فول مغشوش بس كفايه كده. انقيهم بقى كويس قوي واروح غسلاهم واحطهم في القدره واقول لكم بحط ايه عليهم. بسم الله. اهو غسلتهم وحطيتهم، حطيت عليهم ميه. هديهم بس معلقه صلصه او طماطم ميه. انا ما عنديش طماطم، احط معلقه صلصه ونص معلقه كركم صغيره بس كده. شكرا. واحطه بقى يغلي، وبعد ما يغلي بحطه على السخان نار هاديه خالص لحد الصبح ان شاء الله عليكم خير، عشان كريم يفطر الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي، صلوا على النبي. سوا تشربها لحد ما الاثنين التانيين يستوي بس كده. بصوا بقى البازوس شربت الشربات ازاي. دي كده البازوس معانا ناجحه وزي الفل. بصوا، الله 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 الله، بس كفاية كده. طبعا انا عندي قشطة مطلعات فوق عشان احط على وشها قشطة، في ثانية احط على وشها لوتس، فهظبطهم بقى كده وهسيب واحدة سادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البسبوسة، بصوا الجمال. طبعا عندي قشطة كانت في التلاجة عايزاها تفك شوية، وفي هنا لوتس، زبدة لوتس، وفي زبدة فستق. هنشكل بقى براحتنا. هي بردت شوية، عايزة ابردها اكتر عشان اعرف افرد ده يبقى ايه، سايح ونايح كده. بصوا بقى الفول. بسم الله. يغلي بقى براحته كده اهو. انا غليته على البوتاجاز وبعد كده حطيته على السخان، هسيبه لحد الصبح. بسم الله. لازم تبقى طبقة سميكة كده بتاعت البسبوسة. بالصلاة على النبي كده. لازم طبقة كبيرة كده، طبقة كتيرة. دي بقى اللي هياكل معلقة منها يدخن 60 كيلو. بس احنا عاد ولا بيهمنا. يا سلام. بالصلاة على النبي. ايوه كده. طبعا ممكن تخلوها سادة براحتكم، انا عن نفسي احط القشطة كلها عشان ايه يرفعش.
ايوه كده. الاتنين دول اخليهم ساده، اللي عاوز بقى يحط زبده لوتس براحته يحط، اللي مش عارف. انا عن نفسي بعز اللي بلاش طري، بحب اللي بلاش طري قوي. الصلاه على النبي كده. يطلع بقى حته من التانيه نشوفها، نحط دي في التلاجه شويه. بسم الله. عايز اقول لكم المقطع تحت، تحت صغننه منها كده. بصوا بقى جمال البسبوسه، بصوا جمال البسبوسه، بصوا الجمال. حلو قوي. طعم السمنه البلدي فيها فظيع. بصوا بجد لازم تجربوها. سكرها مظبوط جدا جدا، طريه. جربوها يا جماعه ان شاء الله تعجبكم. الكيلو عمل معانا الثلاث صواني دول، جربوها باذن الله تعجبكم. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله. شوفوا انتوا عايزين وصفه ايه، وعايزين انزل لكم فطار بكره بتاع الفول اللي انا عملته ده. بص على الفول، بصه. بسم الله. بصوا الجمال، بالصلاه على حضره جمال النبي. اهو اهو يا ولاد. يلا السلام عليكم. عنتر قول لماما. ضوء يا عنتر. بسم الله الرحمن الرحيم. رايك يا عنتر؟ خشي روحي استحمي. هجيلك حاضر. بني حلوه يا عنتر. عاجز عن الكلام. بسبوسه وجمالها. ماما المكياج ممكن يتباع. هحط لك مكياج غيره حبيبتي. لا انا اللي احط. طب حطي يا حبيبتي. ماشي. انت تعملي لي مكياج ليه دلوقتي؟ ها؟ شوف بقى اللي بالقشطه حلوه ازاي يا عنتره. من الاخر بص اللي بالسلطة طريه ازاي. اه باين عليها ناعمه، ناعمه وطريه وكلها حنيه. يا نهى حطي فوقيها. فوقيها ليه؟ خدي يا عنتره حته حته بسبوسه اهي. رايك فيها يا عنتره؟ كنت عيان؟ عيان بعد عنك بياخد حقن يا عيني. ما نزلت بالليل. اداني 12 حقن. السبب بتاع الفيديو بتاع اللحمه اللي كنت باكل فيها هنا. حسدوك؟ حسدوني يا عيني. والله العظيم. بسم الله عليك. ما طلعش معانا طلع في الفيديوهات عشان عملت خالص. شفت الفيديو اللي عملته معاكي؟ اسكت يا عم. جاب 60,000 و400 متابعه. انا شفته تحت التعليقات. والله امال ايه؟ طب يعني ايه؟ شفتي؟ يعني انا بعرف اهو اجيب لك شغل اهو ناس. ليه ان شاء الله؟ ليه قاعده عطله يعني؟ قاعده عطله انا يعني؟ المهم ان في فايده وخلاص. ماشي. كلكم متابعين سامعه كل الكلام اللي بتقولوه ده. ماشي. انت بطل تتنفس يا عنتره. هي حته لحمه اكلتها خلاص بقت تنفس. ابتدي يا عنتره خد البزه اهي وابتدي يلا. تجيب لي الطبق تاني. ماشي. بالعيش؟ ممكن اخد الطبق. يا عم بألف